يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح صيام من نوى بالليل لكن أغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس؟ لا، إذا أغمي عليه جميع النهار هو أنه يقضي هذا اليوم، لأنه ضاعت النية، ضاعت النية مع الإغماء. أما لو أفاق جزءا من النهار وقد نوى الصيام في الفجر، نوى الصيام في الفجر وأغمي عليه وأفاق بعض النهار، يصح صيام لوجود النية. نعم.